عايزة ارجع تاني شوية كده للأم الحامل بقى، وبالذات ثقافة كاننا في مجتمعنا، لا انت لازم تتغذي، ده انت بتاكلي ليكي وللطفل اللي معاكي. يا ترى تأثير دوت يعني فعلا ممكن الطفل حتى الدكتور يقولها انت ايه انت كنت يعني بتاكلي ليكي وللطفل، فعلا تلاقي الأم خارجة من الحمل زيادة 20 كيلو، والطفل تلاقيه نازل مش عارف ينزل من كتر ما هو ضخم. وطبعا هو ما بيتأثرش قوي عشان هو بيتاخد يعني جزء معين من الأكل بينزله، بس برضو تلاقي الأم بتاكل حاجات ممكن مش صحية، بتزيد في الوزن، ممكن يحصل لها سكر في الحمل بسبب الزيادة في الوزن بشكل مفرط. كلمنا عن النقطة دي يا دكتور عشان أرجع بيها بقى يعني بيها للبالغين بقى والناس الكبار، وإزاي نمشي على نظام صحي غذائي يفيدنا كمان في علاج بعض الأمراض. تمام. السيد الحامل مقولة ان انا باكل الاتنين دي طبعا غلط جدا. احنا مش بنأكل الاتنين، احنا في احتياجات للجسم. اي شخص طبيعي بيبقى ليه احتياجات معينة من السعرات الحرارية اللي هو الجسم بيحتاجها عشان يمارس نشاطه اليومي او يمارس الحياة الطبيعية بتاعته، سواء كان شغل او حياته او طريقة العمل او ايا كان المواجهات او الافورتس اللي هو بيقابلها يعني. فبالتالي احنا بنحسب ليها احتياجات جسمها، ولكن بنبدأ نقسم مرحلة الحمل دي لثلاث مراحل. اول مرحلة اللي هي بتكون اول 3 شهور، ودول ما بيكونش فيهم اي زيادة في احتياجات الجسم من السعرات الحرارية خالص، لان هي طبعا بيكون لسه في مرحلة تكوين الجنين، فبيبقاش في احتياجات للجسم ان هو ياخدها. نبدأ للمرحلة التانية. المرحلة التانية بقى اللي هي تاني 3 شهور في الحمل، ودي مرحلة ممكن بقى بنبدأ نزود فيها عن احتياجات الجسم. طبعا احنا بنحسب احتياجات الجسم بتاعتها قد ايه، ونبدأ نضيف عليها حوالي 300-350 سعر حراري. دي لان بيبدأ خلاص مرحلة الجنين اتكونت، وبدأ فيه احتياجات للجنين في بطن الام، فبالتالي بيبقى محتاج طاقة اكتر، هي محتاجة انها تاكلها عشان تغذيه في الفترة دي. طيب يعني نوعية الأكل يا دكتور في كل مرحلة بتختلف، طبعا يعني زي ما كانوا بيقولوا الأول المفروض تبتدي في أنواع معينة عشان تقوي المخ أو تخلي المخ يبقى يعني يتكون بشكل سريع، أو كل مرحلة مثلا دايما يقولك مش عارفة أول 3 شهور ليها مكسرات وليها إيه وليها إيه وليها إيه، تالت 3 شهور يعني بيقسموها تلاتة تلاتة تلاتة. بالظبط، هي زي ما احنا قلت لحضرتك احنا بنقسمها ل3 مراحل. كل مرحلة بيبقى ليها احتياجات. اخر مرحله اللي هي بتكون اللي هي اخر 3 شهور دي، الاحتياجات بتاعتها بتوصل من 450 ل 500 سعر حراري اضافه لاحتياجات جسمها هي. طيب نوعيات الاكل بقى بتفرق جدا طبعا لكل مرحله من مراحل الحمل. يعني لازم نهتم في المرحله الاولانيه بالفيتامينات، وبالذات بالاخص فيتامينز الفوليك اسيد، لان ده بيكون مهم جدا في خلال اول 3 شهور، ولازم نهتم بيه سواء كانت هي هتاخده من بره از سبلمنت او هتاخده من الاكل. زي ايه يا دكتور اللي فيه فوليك اسيد؟ الفوليك اسيد عموما موجود في الحاجات اللي فيها البروتينات زي اللحوم وزي البيض بكليات. والبقوليات عموما كلها بيبقى موجود فيها، ولكن احتياجات الام في الفاول 3 شهور ما بتقدرش تتغطيها الاكل، فلازم تاخده من بره از مكمل غذائي او كدواء، ان هو الاحتياجات بتاعتها بتكون اكبر من الكميه اللي ممكن تاكلها من الاكل. تمام. فلكن بنحافظ عليها مع الاكل، يعني هي بتاخد من بره المكمل وبنحافظ عليها الجزء التاني بالاكل. التاني المرحله التانيه او تاني 3 شهور في الحمل بنبدا نهتم شويه بقى بانها لازم تاخد كالسيوم، ولازم تاخد بروتينات كويس جدا، لازم تاخد نسبه من الاوميجا 3 كويسه جدا، الدهون الصحيه اللي المفروض تاخدها. احنا ما بناكلش بشكل عشوائي، والسعرات اللي احنا بنحسبها للام ما بتبقاش بشكل عشوائي، ممكن تاخدهم من اي حاجه، يعني ممكن تاخد سندوتش جاهز من بره او ايا كان الاكل المعمول في البيت. لا، احنا بنحسب الاكل ده من الاكل الصحي اللي المفروض تاخده، بحيث انها ما تطلعش زياده بعد الحمل. اخر 3 شهور بنهتم جدا برضو بفيتامين دي، ولازم بنهتم بفيتامين دي، ده من الحاجات المهمه جدا للحامل مع الكالسيوم، علشان نبدا نحافظ على مستوى الكالسيوم ان هو ما يقلش عندها خالص. موجود في البيض وموجود في الالبان، طبعا موجود في الشمس، ولكن في فتره الشتاء احنا كلنا بيبقى عندنا نقص في فيتامين دي نتيجه ان ما فيش شمس، وكلنا شتا بقى وصيف يا دكتور وصيف صدقني. برضو يعني يعني بنبقى قاعدين في قليل قوي ان التكييف. احنا ما بنبقاش ان احنا نتعرض للشمس، خايفين على بشرتنا، ما بيبقاش بالظبط في وقت الكلام ده كله، فمن احنا بنستخدم يعني اغلبيه الناس دلوقتي الاغلبيه العظمى تيجي تسال
انا عندي نقص فيتامين دي جامد قوي. طب ليه؟ ده احنا الشمس عندنا ببلاش بمعنى اصح، علشان احنا ما بنتعرضش للشمس بصوره كافيه بشكل يومي، فبالتالي بنضطر برضو نلجأ ان احنا ناخدها من بره از سبلمنت علشان تحافظ على المعدلات بتاعه المستوى بتاعه الفيتامين دي انها ما تقلش في الجسم، وده مهم جدا برضو للحامل. وعشان كده لما بنحافظ على الاكل في خلال فتره الحمل دي، المفروض ان هي بعد ما بعد الولاده بيبدا الوزن بتاعها ينزل من 10 ل 15 كيلو، ومفروض ترجع للميزان اللي كانت عليه. طيب في حاله ان هي طلعت زايده، يعني كانها كانت بتاكل اثناء فتره الحمل اكل زياده عن احتياجاتها، فبالتالي بدا يتخزن وبدا يعمل لها دهون، واحنا ما عندناش يعني ما فيش حاجه صح ينفع نقول ان هي ينفع تخس وهي حامل، ولا ينفع تخس في اثناء فتره الرضاعه، لان دول فترتين ما ينفعش فيهم ان حد يحصل فيهم بس يعني دايت. بس لازم تاكل اكل صحي، اكل صحي ولكن مش دايت بالمعنى الحرفي. يعني ما يجيش حد مثلا ام تكون لها مثلا هي بدات الحمل وهي اوفر ويت، خلاص بدات الحمل اوفر ويت مش هينفع نخس دلوقتي. طب كويس خالص المعلومة لحد دي. لحد ما تخلص فتره الحمل، لان احنا ما نقدرش نعمل اي عجز في السعرات او الحسابات اللي هي المفروض تاكلها طول ما هو في بيبي، لان ده هيأثر برضو على تكوين الجنين. احنا بالعكس ده احنا بنضيف لها، في الثلاث شهور اللي هو الجزء المرحله الثانيه والمرحله الثالثه من الحمل، بنضيف لها سعرات عشان بيبقى فيه بيبي متكون، فمحتاج احتياجات، فما اقدرش اعمل لها عجز، وما اقدرش اعمل لها نقص في اي نوع من انواع الفيتامينز او المينرالز او اي حاجه من اللي هي جسمها محتاجها. فبالتالي بنستنى لحد ما تخلص الحمل، بس بنحاول نحافظ على الوزن، يعني زي ما دخلت الحمل المفروض زي ما تخرجي لكن بالزبط. ما يبقاش في زياده، هو ده الهدف بتاعنا اثناء فتره الحمل. ثقافه يا دكتور الرياضه عندنا هنا في مصر ساعات كتيره جدا، وبرده يعني في بعض الحالات الدكاتره لو يقولوا لها مصرحين لها لا لازم تلعبي رياضه، لازم على الاقل ابسط حاجه المشي تبقى مسموح بيه، لكن في بعض البنات برده او بعض السيدات بيبقى للاسف الحمل بتاعهم صعب، ما بيبقاش ينفع ان هم يمارسوا رياضه، ساعتها يلجأوا لايه؟ يعني حتى لو المشي البسيط ده ممكن يأثر عليهم؟ هو طبعا فكره المجهود الرياضي او فكره ان الام الحامل تمارس رياضه، ده في الاول وفي الاخر قرار الطبيب المختص. في فعلا حالات بتكون ممنوعه من ممارسه النشاط او من الحركه تماما فتره معينه، ولكن في الاول وفي الاخر لازم الطبيب هو اللي يقول ان كانت حالتها تسمح بالمشي، تسمح بممارسه رياضه عنيفه. طبعا لو الام رياضيه من قبل الحمل الموضوع هيبقى اسهل كتير، ولكن احنا لو بنتكلم عن ام ما مارستش رياضه خالص فتيجي تمارس الرياضه وهي حامل الموضوع هيبقى صعب جدا، وهيبقى متعب جدا ومؤلم بالنسبه لها. اللي بيمارسوا رياضه احيانا كمان ساعات بيقفوا بامر الطبيب، لان بيكون عندهم مشاكل ما ينفعش ان هم يمارسوا رياضه في التوقيت ده، فلازم بنوقف برضو الرياضه في التوقيت ده. فبتنصح الام ابسط حاجه عندها المشي في المشي افضل حاجه، ولكن برضو لازم ترجع للطبيب على حسب المرحله اللي هي ينفع تمشي فيها او ما تمشيش.